بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني يا أخواتي، قسم هندسة تقنيات الحاسوب، المرحلة الرابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح ناخذ موضوع جديد في مادة Real Time Systems Design. موضوعنا لهذا اليوم Analog to Digital Converters، محولات أو تحويل الإشارات الأنالوج إلى إشارات ديجيتال. إخواني، في تصميم أنظمة الزمن الحقيقي احنا راح نستخدم غالبا او دائما البروسيسور في تصميم انظمة الزمن الحقيقي. زين، يعني الاشارات الانبوت الداخلة على البروسيسور لازم تكون ديجيتال، لان البروسيسور ما يفتهم فقط الديجيتال، الاصفار والواحدات. تنطي 5 فولت يعتبرها هاي واحد، تنطي 0 فولت يعتبرها صفر، غير هذين الفولتيتين ما راح يفتهمها البروسيسور. زين، احد الطلاب ممكن الان يسال: استاذ، انا عندي مثلا اشاره ديجيتال، مثلا اريد ادخل حراره، اريد ادخل ضغط، اريد ادخل صوت على السيستم مالتي، شلون بهاي الحاله؟ احنا الان موضوعنا اليوم هو تحويل هاي الاشارات الانالوج الى اشارات ديجيتال. فمهم نعرف شلون تتم عمليه تحويل الاشارات الانالوج الى اشارات ديجيتال. في البداية هنا يقول Analog to Digital Converter، هو رامز له ADC. يقول RN Electronic Integrated Circuit، هو عبارة عن IC Integrated Circuit نشتري من السوق أو إحنا نصممه. زين، which transforms a signal from analog to digital form، راح يحول الإشارة السيجنال من الانالوج الى الديجيتال سيجنال. هنا يقول ديجيتال سيجنالز، اشارات الديجيتال only have two states، حالتين، قلنا قبل شوية الحالتين، اما واحد او صفر. اذا انطي انبوت 5 فولت للبروسيسور راح يعتبره واحد، اذا انطي صفر راح يعتبره صفر. هنا أقول why analog to digital converter is needed، لماذا نحن نحتاجه؟ قلنا قبل شوية احنا بيش نحتاجه، هنا شارحه بالانجليزي. يقول analog to digital converter is needed for many reasons، لأسباب عديدة، but the most important are، لكن أهمها اللي هي microprocessors can only perform complex processing on digitized signals، يستطيع تنفيذ المعالجات المعقدة فقط على السيجنال الديجيتال أو إشارات السيجنال، عفوا الديجيتال. When signals are in digital form they are less susceptible to the deleterious effects of additive noise. الإشارات عندما تكون الإشارات ديجيتال فورم، عندما تكون ديجيتال راح تكون أقل تأثر بمن؟ بالنويز. يعني الإشارات الأنالوج تكون أكثر تأثر من إشارات الديجيتال بمن؟ بالنويز. وكذلك هنا يقول Analog to Digital Converter performs a link between the analog world and the digital world، يكون عملية وصل ما بين العالم، عالم الأنالوج وعالم الديجيتال. زين، عندنا application of analog to digital converter، تطبيقات اللي نحتاج بيها محول يحول لنا اشارات الانالوج الى اشارات ديجيتال. Analog to digital converters are used virtually everywhere where an analog signal has to be processed, stored or transported in digital form. نستخدمها عادة في الأماكن اللي نحتاج بها الأنالوج سيجنال تعالج وتخزن وترانسبورتد تو ديجيتال فورم، وتحويلها إلى ديجيتال فورم. هاي نحتاجها يعني في عملية معالجة الأنالوج سيجنال وخزنها وتحويلها إلى ديجيتال فورم. For example analog to digital converters usage are digital voltmeters، يستخدم في الديجيتال فولتميتر اللي يحول لنا
الفولتية إلى أرقام، والسيلفون والموبايل والثيرموكابلز، السنسر اللي راح يحول لنا الحرارة الأنالوج إلى ديجيتال حتى يعالجها البروسيسور، آن ديجيتال أوسيلوسكوب، وهنا يقول المايكرو كنترول كومونلي يوزد 8 10 or 16 bits analog to digital converter. يعني المحولات اللي اسمها analog to digital converter عادة تكون 8 bit أو 10 bit أو 12 bit أو 16 bit. راح نعرف شلون تفيدنا، كل ما زادت عدد البيتس كل ما زادت دقة الكونفرتر. عنوان جديد: Classification of Analog to Digital Converter According to the Techniques. عندنا two techniques. الأول the first techniques involves comparing a given analog signals with the internally generated equivalent signal. التكنيك الأول هو راح يقارن بين الإشارات الأنالوج المعطاة، يعني السنسر أو أي إنبوت من دخلنا على المايكروبروسيسور، هاي الإشارة الأنالوج راح يقارنها مع internally generated equivalent signal، مع ما يعادلها من الإشارة الداخلية. This group includes successive approximation, counter and flash type converters. هذني الثلاث انواع راح ناخذهم احنا في الماده مالتنا. طبعا هذا الكلام اللي هسه حكيته ما مفهوم، لان احنا ما ماخذين هذني الانواع من المحولات. من ناخذهم راح هذا الكلام يكون واضح لكم. Second techniques او second technique involves changing an analog signal into time and frequency and comparing these new parameters to known value. هنا أنا بالسكند تكنيك راح يتضمن تغيير changing الانالوج سيجنال الى تايم وفريكوانسي. زين، بعدين هاي التايم وفريكوانسي راح يقارنها مع known values، مع قيم معروفة مسبقا. هذا الجروب يعني هذا التكنيك الثاني يتضمن المحولات اللي اسمها integrator converters and voltage to frequency converters. زين، المقارنة بين هاي التكنيكين بين two techniques راح يتم على أساس is based on accuracy و speed والسرعة، الدقة والسرعة. زين، إذا نريد إنه converter محول يكون سريع راح نختار successive approximation أو flash type converters. إذا اخترنا هاي يعني are faster but generally less accurate than the integrator and voltage to frequency type converter. يعني هذين الاثنين بالبداية اللي هما successive approximation و flash type راح يكون أسرع من البقية، لكن الدقة راح تكون أقل. اللي أكثر نستخدمهم الكونفرترات او المحولات اللي اكثر نستخدمهم هو successive approximation والانتجريتر. When I use successive approximation is used in applications such as data loggers and instrumentation والاجهزة، ونستخدمها عندما السرعة is important، عندما السرعة هنا عندنا مهمة. بينما الانتجريتر types are used in applications such as digital meter well monitoring system where the conversion accuracy is critical. عندما يكون الدقة يعني هنا مهمة أو حرجة. زين، الآن راح نتعلم كيفية تحويل الانالوج سيجنال إلى ديجيتال سيجنال، يعني ندخل إشارة انالوج وتطلع ديجيتال. اخوان انتم ماخذين في الدي اس بي العام وفي الاتصالات الاشاره الانالوج والاشاره الديجيتال، واحنا راح ناخذ كذلك فصل اسمه السيجنالز اند سيستمز في المحاضرات الجايه. بس خلي اذكركم انه الانالوج سيجنال
راح يكون infinity في التايم، يعني في أي لحظة، في أي لحظة أنت تريدها هو موجود السيجنال. يعني هسه تقدر تقول لي في أي لحظة السيجنال ما موجودة هنا، في أي لحظة أنت هي موجودة السيجنال. ونفس الشيء بالنسبة للأمبليتيود راح يكون infinity، يعني في أي لحظة أقدر أطلع الفولتية مال هاي اللحظة اللي أنا اختارتها. مثلا اخترت هاي اللحظة، هاي الفولتية مالتها، هاي اللحظة الفولتية مالتها، في أي لحظة أنا أقدر أطلع الفولتية أو الأمبليتيود مال هاي السيجنال. هاي معلومات كبيرة جدا، يعني في أي في انفينيتي تايم وانفينيتي امبليتيود. لازم هاي المعلومات نصغرها وندخلها على البروسيسور. هو أصلا قلنا البروسيسور ما يستخدم بس الديجيتال أصفار الواحدات. حتى نحول هاي السيجنال الانالوج الى ديجيتال، اول شيء ادخله على السامبلنج اند هولدنج سيركت. هاي السيركت موجود بداخلها سويتش. شنو فائدة هاي السويتش؟ هو بالحقيقة مو سويتش انا ضغطه وارفع ايدي، لا، هو بالحقيقة عبارة عن موسفت، يعني سويتش الكتروني يفتح ويغلق وحده. زين، ليش يفتح ويغلق؟ على مود يختار يحول هاي السيجنال الانالوج الى سامبل، الى عينات، ياخذ منها عينات. هاي السيجنال راح ياخذ منها عينات. عدد هاي العينات هو بعدد اكبر تردد. مثلا اذا دخل صوتك تردد الانسان ما بين 300 الى 3400. يعني اذا اريد اخذ سامبل للتردد الصوتي او اشاره صوتي لازم اخذ ضعف اعلى تردد، يعني ضعف 3400. عرفنا هذا السويتش اللي هو عبارة عن موسفت راح ياخذ عينات من الإشارة الأنالوج ويحولها بهذا الشكل، حولها إلى مجموعة من السامبلز. خلي بالبنت راح تتحول الإشارة بهذا الشكل. زين، هسه هاي هنا الإشارة صارت اسمها sampling signal. زين، هاي الإشارة بالنسبة للتايم صارت عبارة عن discrete time. كانت في الأنالوج continuous time، هسه discrete time. يعني شو discrete time؟ يعني الإشارة في أوقات معينة إلها قيمة. زين، في أوقات معينة الإشارة لها قيمة، يعني مو مثل قبل شوية كانت إحنا كانت الإشارة بهذا الشكل. في جميع الأوقات أكو إشارة. إحنا هسه هذا الوقت في هذه اللحظة مثلاً ماكو إشارة، ما عندي، فأنا قللت الانفورميشن المعلومات على مود أخفف على البروسيسر. زين، قلنا هذا السويتش شنو وظيفته. الآن عندنا هذا الكاباسيتر، شنو وظيفة هاي الكاباسيتر؟ هاي الكاباسيتر حتى مثلا أريد أعرف هاي السامبل قيمتها شقد، يعني شقد بالفولتية هاي السامبل، هاي السامبل شقد بالفولتية، على مود ألحق أعرف الفولتية مالتها، فأخليها كل سامبل أدخلها على الكاباسيتر هذا على مود يحتفظ لي بهاي السامبل لمدة من الزمن. هاي المدة من الزمن هي هاي المدة اللي بيها الإشارة ماكو. هاي المدة، هاي المدة، هاي المدة، هاي اللي بيها إشارة ما إلها قيمة. هاي المدة شنو معناها؟ هاي هذا الخط الأفقي معناه إنه هنا احتفظنا بهاي السامبل، قيمة هاي السامبل على مود يعرف الديجيتال مالتها ايش قد. مثلا هاي السامبل هاي حتى نحتفظ بها، حتى نعرف قيمتها، مثلا طلعت قيمتها مثلا 3 فولت، حتى اعرف ال 3 فولت ايش قد قيمتها بالديجيتال، يعني ايش قد قيمتها بالاصفار الواحدات، لازم احتفظ بها بفتره من الزمن على مود يلحق يحولها الى اصفار واحدات. زين، فطلعت الاشاره بهذا الشكل.
طبعا هي بالحقيقة احنا مو الإشارة كاملة تطلع، لا آخذ سامبل، آخذ سامبل أدخلها على الكباسيتر احتفظ بها فترة من الزمن، أعرف قيمة الفولتية مالتها، وبعدين أعرف الفولتية هاي مثلا 3 فولت أحولها إلى ديجيتال لأصفار واحدات، وتدخل السامبل اللي وراها، ونفس الشيء تروح للكباسيتر تحتفظ بها فترة من الزمن، بعدين نعرف قيمتها من خلال الكوانتايزنج قيمتها بالفولتية ايش قد، بعدين من خلال الانكودينج نعرف شنو قيمتها بالديجيتال ايش قد بالاصفار واحدات. زين، وكذلك بالنسبة للسامبل اللي وراها، يعني تدخل سامبل سامبل على الجهاز الانالوج تو ديجيتال كونفرتر، وهذا راح يتم بسرعة كبيرة احنا ما نحس بيها. زين، بعد ما دخلنا على المدخل على الكوانتايزنج كنا عرفنا الفولتيه مالتها مثلا 4 فولت، والانكودنج راح يعرفنا هاي ال 4 فولت ايش قد تقابلها بالاصفار الواحدات. من عرفنا ايش قد تقابلها مثلا بالاصفار الواحدات، مثل هذا يقابلها هذا الكود، يدخل السامبل الثانيه، ونفس الشيء تدخل على الكباسيتر بعدين على الكوانتايزنج يعرف قيمتها مثلا 5 فولت، ومن خلال الكودينج راح يغير 5 فولت الى شنو، الى كود من الاصفار الواحدات، مثلا طلع هاي الكود من الاصفار الواحدات، والى ان يستمر الى نهاية السيجنال الانالوج سيجنال اللي اخذناها سامبلز، يعني يتوقف عند اخر سامبل اخذناها. أتمنى تكون مفهومة. فهنا بالسامبلنج اند هولدنج قلنا بالسامبلنج راح ياخذ عينات من للإشارة، والهولدنج راح يحتفظ بها لفترة من الزمن على مود يلحق يعرف الفولتية مال هاي السامبل ايش قد، حتى بعدين يغيرها إلى كود من الأصفار الواحدات. وهنا يقول it is a process of taking a sufficient number of discrete values at point on a waveform that will define the shape of waveform. عملية أخذ عدد كافي من الـ discrete value من القيم المتقطعة عن السامبل اللي تحافظ على شكل الـ waveform. يعني احنا هاي السامبل راح ناخذها ما تغير شكل الـ waveform، شكل الموجة. When I go the more samples you take، كل ما تاخذ سامبل اكثر the more accurately you will define to waveform، راح تكون الدقة اكثر. فهنا هاي الاشارة كانت continuous signal، يعني كانت ما مقسمة، يعني هذا التايم هنا ما مقسم الى اوقات معينة، لا بكل الاوقات اكو اشارة. بعدين هنا عندي sampling pulse، هاي sampling pulse يعني هاي عبارة عن هذا السويتش اللي عندنا قلنا اللي هو عبارة عن سويتش الكتروني MOSFET. هاي السويتش او sampling pulse راح تاخذ قيمة محددة او samples محددة للإشارة الانالوج مالتي. زين، هاي sample system، هاي السامبل سيستم لازم ادخلها على الكباسيتر على مود تحتفظ لي بقيمة هاي السامبل لفترة من الزمن، على مود اطلع الفولتية مالتها ايش قد، بعدين من خلال بعد ما طلعت الفولتية مالتها ايش قد من خلال الكوانتايزنج راح ادخلها على الانكودينج واعرف الكود اللي مال الفولتية ايش قد. فهذا الخط اللي الافقي معناه انه احتفظت لي الكباسيتر بقيمة فولتية هاي السامبل لفترة من الزمن. لا ننسى انه احنا ندخل الاشارة سامبل سامبل على الكونفرتر، ما ندخلهم كلهم سوا. زين، هنا عندي كوانتايزنج اند انكودنج، عرفنا الكوانتايزنج هو اللي راح يطلع لي الفولتية مال سامبل ايش قد، وعرفنا الكودينج هو اللي راح يخلي لي او يحول لي الفولتيه مال سامبل الى كود. هذا الكود هو عباره عن الديجيتال سيجنال، يعني هو الكود عباره عن اصفار واحدات، وقلنا احنا اشاره الديجيتال هي عباره عن اصفار واحدات.
زين كوانتايزنج اتس از ذا بروسيس اوف كونفرتينج ذا سامبلز كونتينوس سيجنالز انتو ديسكريت فاليود داتا. نقول سيت اوف فاينايت ستيتس. فاينايت عكس الانفينيتي، الانفينيتي على غير محدده، فاينايت لا اكو اوقات محدده السامبل توقع بها. هاي شنو معناها؟ معناها انه كانت عندي الاشاره بهذا الشكل، مجموعه من السامبلز تحولت هاي مجموعه من السامبلز الى ديسكريت فاليود داتا، يعني صار عندي هنا في الامبليتيود، في الامبليتيود هنا هذا المحور الواي صار عندي تدريجات هنا، هاي اسمها ديسكريت فاليو داتا. من خلال هاي التدريجات، من خلال هاي التدريجات راح اعرف كل سامبل ايش قد الفولتيه مالته. شلون اعرف؟ من خلال هنا انا اجر خط واعرف الفولتيه مال، اجر خط افقي واعرف الفولتيه مال كل سامبل ايش قد. فاحنا قلنا من خلال كوانتايزنج راح اعرف فولتيه كل سامبل ايش قد مالته. زين من خلال الانكودينج، من خلال الانكودينج راح اعرف كل فولتيه طلعتها من خلال الكوانتايزنج فولتيه كل سامبل راح اطلع لها كود ديجيتال. فهنا يقول assigning تعيين a digital word or number، يعني رقم ديجيتال من الاصفار الواحدات to each state. to each state معناها to each sample، لكل سامبل اطلع لها كود من الاصفار الواحدات ديجيتال. زين عدد هاي التدريجات اللي سويتها على المحور الامبليتود على محور الواي ايش قد اسوي؟ يقول هنا حسب القانون ان تساوي 2 اس ان. الان معناها عدد البيتس في الكونفرتر الانالوج تو ديجيتال كونفرتر، كل كونفرتر انالوج تو ديجيتال الى بيت، عدد بيت، كل ما يكثر عدد البيت كل ما تكثر الدقه مال كونفرتر. فهاي التدريجات اللي اسويها هنا على المحور الواي على محور الامبليتيود راح اطلعها حسب القانون ان تساوي 2 اس ان. فانا عندنا السؤال، خليني امسح هذا بالبدايه. خلينا ناخذ كوبي لهذا السؤال برنت سكرين. زين فانا يقول عندي إشارة الفولتية مالتها من صفر إلى 10 فولت، فنفرض انه هاي الاشارة بهذا الشكل تكون، هذا الشكل، هذا الصفر فولت وهاي العشرة فولت. خلينا نفرض انه هذا هاي الاشارة، اشارة انالوج. زين يقول what is the discrete voltage range، يعني عدد هاي التدريجات هذني اللي هنا راح نخليها كم تدريجة وفولتية كل تدريجة شقد. هاي المطلب الأول What is the discrete voltage range؟ زين شلون طلع عدد التدريجات؟ نطلعها من خلال القانون N يساوي 2 أس N. زين قلنا الآن شنو عدد البيتس؟ فهنا يقول عدد البيت مال الكونفرتر هو 3 فيساوي 2 أس 3 ويساوي 8، يعني هنا أنا عندي 8 تدريجات. فهاي التدريجة الأولى خلي أسويها بالأحمر، هاي الأولى، هاي الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، 8 تدريجات. زين يقول فولتية كل تدريجة ايش قد؟ يعني هاي من هنا لهنا من الصفر للتدريجة الأولى ايش قد الفولتية مالتها؟ من هنا لهنا ايش قد؟ من هنا لهنا ايش قد؟ هاي نطلعها من خلال قانون الكوانتايزيشن. قانون الكوانتايزيشن يقول Q تساوي كوانتايزيشن يساوي V max ناقص V minimum
تقسيم 2 أس أن، أو نقول هنا أن لأن احنا طلعنا الأن إيش قد 8، ويساوي 10 فولت ناقص 0 فولت تقسيم 8 ويساوي 1.25 فولت. يعني كل تدريجة من هاي التدريجات الفولتية مالتها 1.25، يعني منا لهنانا، يعني منا لهنانا من الصفر لل 1.25 فولت، منا لهنانا من واحد بوينت 25 إلى 2.50، وإلى أن نوصل إلى 10 فولت. يعني كل تدريجة هي 1.25. فهنا نفس الشيء قايل، طلع أول شيء الكوانتيزيشن اللي هي 1.25، قايل من الصفر للتدريجة الأولى، هي لما رقمها من الصفر هو التدريجة الأولى، إنها من الصفر، التدريجة الأولى هي من الصفر، من الصفر للواحد بوينت 25. التدريجة الثانية من الواحد بوينت 25 للاثنين بوينت 50 إلى أن نوصل التدريجة الأخيرة السابعة اللي هي الثامنة حسب الترتيب، قلنا 8 تدريجات، من 8.75 إلى 10 فولت. عرفنا هذني شنو معناها؟ معناها كل تدريجة بين تدريجة وتدريجة قد الفولتية مالت. زين، بالنسبة للإنكودينج، الإنكودينج هاي الفولتيات اللي طلعناها، مثلا هاي السامبل، هاي احنا مو راح نقسمها إلى سامبلز، هاي مقسمات إلى سامبلز قبل لا ندخلها كوانتيزيشن، لازم هي مقسمات إلى سامبلز. زين، أريد أعرف هاي السامبل، هاي السامبل مثلا طلعت هنا، مثلا طلعت شو قد، خلينا نقول هنا 5 بوينت، مثلا بوينت 5 فولت. هاي 5.5 فولت اريد اعرف الديجيتال كود مالتها، الاصفار الوحدات مالتها، اعرفها من خلال الكودينج. اذا عرفت عدد الاصفار الوحدات مال كل سامبل، اذا تحولت هاي الاشاره من انالوج الى ديجيتال. شلون اعرفها؟ من خلال هنا يقول في التدريجه الاولى، اذا طلع عندي السامبل هنا، مثل هاي السامبل في التدريجة الأولى، يعني بين الصفر إلى الفولتية مالته، هاي السامبل، خلي أسوي بالأسود، هاي السامبل إذا طلعت بين الصفر والمية وخمسة وعشرين، معناها الكود مالتها صفر. السامبل إذا طلعت بين المية وخمسة وعشرين إلى 250، إذا الكود مالتها واحد، يعني صفر صفر واحد. طبعا هذا الشيء مو ثابت، مو معناها دائما انه الصفر التدريجة، اذا وقعت السامبل في التدريجة الاولى معناها الكود مالتها صفر، واذا وقعت في التدريجة الثانية معناها هنا يعني بالواحد معناها صفر صفر واحد الكود مالتها. لا، هذا يعتمد على نوع الكونفرتر اولا، ويعتمد على الفي ريفرنس، راح نعرفها بالمحاضرات الجاية شنو يعني في ريفرنس، ويعتمد على عدد البيتس. يعني مثلا يمكن اكو هنا إشارة راح توقع هنا، نفس الشيء بالاولى السامبل راح توقع بين الصفر وال 125، ويكون الكود مالته عبارة عن هذا الكود. هذا يعتمد على الفي ريفرنس وعلى عدد البيتس ونوع الكونفرتر. فمو معناها انه دائما الإشارة اذا وقعت بالصفر بالتدريجة الاولى معناها انه الكود مالتها 3 اصفار، لا. زين، resolution يساوي analog quantization size، يعني عدد التدريجات، quantization size عدد التدريجات اللي نعرفه من خلال 2n. كل ما زادت quantization size للكونفرتر كل ما زادت الدقة. زين، وقول القانون الكوانتيزيشن هو V range أو V max ناقص V minimum تقسيم 2 أس N. زين، هنا عندنا accuracy of analog to digital conversion. يقول هنا طريقتين، there are two ways to best improve accuracy of analog to digital converter.
طريقتين لتطوير الدقة مال الكونفرتر اللي اسمه analog to digital. أولا increasing the resolution، نزيد الريزوليوشن. شلون نزود الريزوليوشن؟ نزود عدد التدريجات هذان اللي عندي، كل ما زودناها قلنا كل ما زودنا شنو الدقة. فيقول هنا increasing the resolution which improves the accuracy to in measurement the amplitude of the analog signal. زين وبعدين شو نزود اذا نريد نزود الدقه؟ increasing the sampling، هاي السامبلز ناخذها، ناخذ عدد اكثر، كل ما زودنا عدد السامبلز كل ما زادت الدقه. فهنا عندنا low accuracy، هذا نشوف شوف الدقه مو دقيقه، بينما بعدين زودنا هنا عدد التدريجات. شلون نزود عدد التدريجات؟ من خلال نجيب كونفرتر البت مالته عالي، بدل ما نجيب 3 بت نجيب 10 بت مثلا، فراح يزيد عدد التدريجات. وكذلك نزود السامبلز، انا ماخذ عدد سامبلز اكثر من انا، فزادت الدقة مال الإشارة مالتي، يا إشارة إشارة الديجيتال. احنا هذا نزود عدد السامبلز ونزود عدد كوانتايزيشن سايز على مود نزود الدقة مال الديجيتال سيجنال، اللي راح تكون عبارة عن وحدات وأصفار. زين اذا نريد بيتر اكيوريسي، افضل دقة، نزود السامبلينج والريزوليوشن. راح تعطينا can obtain better accuracy in your analog to digital signals، راح تعطينا دقة افضل. فهنا الريزوليوشن الفولتيه مالتها بالنسبه لهاي الاشاره، الفولتيه مالتها 2.50، يعني كل تدريجه من هاي التدريجات فولتيه مالتها 2.50، بينما هنا الريزوليوشن لهاي الاشاره كل تدريجه مالتها ايش قد؟ 1.25، فصارت الاشاره ادق. كذلك هنا عدد السامبلنج ريت زودها من 1 هرتز الى 2 هرتز. اخر شيء راح ناخذ الالايسنج. الالايسنج معناها التعرج اللي يصير بالإشارة. التعرج او الالايسنج راح يصير بالإشارة اذا ناخذ عدد سامبلز التردد مالتها اقل من تردد اشارة الانالوج. احنا قلنا عدد السامبلز راح ناخذها المفروض ضعف اعلى تردد بالإشارة، فالالايسنج راح يحدث اذا اخذنا تردد السامبلز اقل من تردد اشارة الانالوج. فهنا يقول اكيورس يحدث when the input signal is changing much faster than the sample rate. إذا الـ input signal اللي هي الانالوج راح تكون أعلى من sample rate. For example, الـ signal wave الإشارة الانالوج مالتها التردد 2 كيلو هرتز وخذت لها sampled at 1.5 كيلو هرتز، فمعناه انه السامبل تردد السامبل اقل من تردد اشارة الانالوج. زين شلون نتجنب الالايسنج؟ نتجنبه حسب قانون نيكويست رول، قانون نيكويست. شلون نتجنبه؟ قلنا من بداية المحاضرة من خلال اختيار عدد السامبلز التردد مالتها ضعف اعلى تردد بالاشارة. فهنا يقول use a sampling frequency at least twice، على الأقل ضعف as high as the maximum frequency in the signal to avoid aliasing. نختار على الأقل ضعف أعلى تردد maximum frequency في الإشارة to avoid aliasing، لتجنب التعرج. لهنا انتهت محاضرتنا لهذا اليوم.
أتمنى لكم الصحة والسلامة، شكرا جزيلا، مع السلامة.